بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لتجربة الكونسوليديشن تيست، إن شاء الله النهاردة بارت 6 في الشابتر 6 هنتكلم عن من أهم عوامل اللي بتخرج من تجربة الكونسوليديشن حاجة اسمها الكوفيشنت اوف كونسوليديشن أو السي في بتاعة السويل. إيه قصة بقى السي في ديت؟ عملية ترزاجي كان طلع النظرية بتاعة الكونسوليديشن ووصل فيها، مش عليك انت الإثبات بتاع الديفرينشال إيكويشن، القصة كلها بيقول ان سي في على تي في بتساوي دي سكوير على التايم. يعني ايه الكلام ده يا عم ترزاجي؟ بيقول لي لو انا عندي تربة ليها سي في، يعني ليها كوفيشنت كونسوليديشن انا عارفه كويس، فالقصة في ايه؟ انا عندي التربة ديت بيحصل لها هبوط، ماشي؟ الهبوط ده بيحصل عشان نوصل لهبوط كامل ليها، ده بيحصل في المالا نهاية. لكن انا دلوقتي كمهندس يهمني بعد وقت معين، مثلا العمر الافتراضي مثلا للمبنى بتاعي مثلا 200 سنه، فعندي وقت، عندي ال 200 سنه دولت، عايز اعرف الهبوط او اقصى هبوط هيحصل للتربه قد ايه. ده هيحصل من السي في. فهو بيقول لي ايه؟ لو انت عندك تربه عارف السي في بتاعتها وعارف الدي، ايه كلمه دي ديت؟ دي ديت المقصود بيها طول مسار خروج المية من التربة. لو انا عندي التربة اللي هي مثلا الكلي بتاعتي هيت كويس، في عندي هنا صخر وفي هنا سند، يبقى في الحالة ديت لو هي ارتفاعها اتش، فالمية لو نقطة مية من هنا مش هتكون روح للصخرة، تمشي ده كله، ففي الحالة دي الدي بتاعتي بتساوي اتش. اما لو كان مثلا عندي كلي وفوقيها رمل مثلا منفذ وطبقة تانية تحت منفذ، فالنقطة المية اللي من هنا ممكن تروح كده وممكن تيجي كده، عشان كده في الحالة دي الدي بتساوي مين؟ اتش على 2. نرجع تاني لعمنا مين؟ ترزيجي. بيقول ايه؟ بيقول انا عندي، لو انا عندي تربة عارف السي في بتاعتها وعارف طول مسار المية بتاعي هل هو اتش ولا اتش على 2، ممكن اقول لك بعد وقت معين، يعني بعد مثلا 200 سنة من المعادلة دي هتقدر تطلع حاجة اسمها تي في. تي في ده بيسموه التايم فاكتور. التايم فاكتور دوت عمنا ترزيجي عمل له جدول كده وقال التايم فاكتور ده بيعتمد على نسبة الكونسوليديشن اللي حصلت. يعني ايه نسبة الكونسوليديشن اللي حصلت؟ يو ديت، يو ديت ما هي الا الهبوط اللي حصل عند الوقت المعين اللي انت عايزه على الهبوط الفاينل اللي بيحصل نهائيا، وده اللي هنشوفه بيتحسب ازاي بعد كده. يعني ده عندي خلاص. طب من المعادلة دي تقدر تطلع السي في ولا لا؟ ومن التي في اقدر اطلع من الجدول ده اليو، اليو يبقى اقدر اطلع الهبوط اللي هو عايزه بعد وقت معين. يبقى مهم جدا ان احنا نعرف كلمة مين السي في. نجيب بقى السي في ازاي؟ تعالى يا سيدي بقى. اول طريقة، الطريقة اللي هي احنا شايفها ديت، هترسم علاقة ما بين جذر التايم، فاكر الجدول اللي كان عندنا بيبقى فيه علاقة ما بين التايم وما بين الدلتا اتش؟ اهي نفس الكلام، هتعمل علاقة ما بين جذر التايم وما بين الدلتا اتش. طلع لي ازاي بقى؟ طلع لي خط اهو شايفينه، يعني بعدين في خط اهو شايفينه، بعدين كيرف قدامك اهو. تعمل ايه؟ شايف الخط المستقيم ده؟ تروح واخده كده ومده على طول كده. طب وبعد ما مده اخد اي نقطة على هذا الخط، لو قلنا البعد ده اسمه اكس، فانا باخد نقطة تانية تبعد عنه 1.15 ايه اكس، يبقى النقطة دي جبتها. وعندي التقاطع اللي انت مديت بيه الخط المستقيم والنقطة دي تروح موصلهم ببعض، يتقاطع دي عند نقطة، قال لي دي النقطة عند يو بكام؟ ب90% consolidation. 90% consolidation بتقابلها تي في، يعني عند 90% consolidation تي في 0.848. فبقيت انت عندك عارف مين؟ عارف اللي هي التي في 0.848. والتايم اجيبه ازاي؟ مش انت جبت النقطة دي؟ اطلع هنا هتجيب جذر التايم، تروح مربعه وجبت التايم، والدي اللي هي بتاعت التجربة، خلي بالك بتاعت التجربة في بورس فوق وبورس تحت، فعشان كده دي بتساوي مين؟ اتش على 2. يبقى ايه المجهول؟ السي في اقدر اطلعها. دي اول طريقة عشان نطلع السي في. طب الطريقة التانية نفس الفكرة، بس هرسم علاقة ما بين لوج التايم وما بين الدلتا اتش. العلاقة بتطلع لي شايف كيرف وبعدين خط مستقيم وبعدين كيرف وبعدين خط مستقيم. تعمل ايه؟ تاخد الخط المستقيم ده تمده والخط المستقيم ده تمده، وعندنا قال لك دي عند كام؟ يو 100%. وبعدين اخد اي تايم عندي، اي تايم، واخد 4 منه، يعني اي تايم مثلا خدت 2 يبقى 2 في 4 بكام؟ ب8، يعني 4 تايم، وانزل كده وامشي كده اجيب مسافه اسمها اكس. شايفين المسافه ديت؟ زيها بالظبط اطلع فوق مسافه اكس، قال لك ان ديت عندي يو ب0%.
عندي يو 100% ويو 0%، اقيس المسافة دي كلها واخدها ايه انصفها، يبقى دي عند يو كام؟ 50%. عند اليو 50% لو دخلت كده وطلعت كده هتجيب التايم ولا لا؟ جبت التايم. وعند يو 50% يعني الرقم ده عند كام؟ عند يو 50% اللي هي التي في، وعندي التايم جبته من الرسمه، والدي اللي هي اتش على 2، يبقى اقدر اطلع السي في ولا لا؟ يبقى اقدر اطلع السي في. اخر معامل ممكن نجيبه من تجربه الكونسوليديشن ممكن اجيب الكي. الكي بتساوي ايه؟ السي في في الام في في الجاما ووتر، وده يعتبر اخر معامل نقدر نطلعه من تجربه الايه الكونسوليديشن. شكرا.